لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المسلمون، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، والحج فيه أعظم معاني الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والافتراق. فجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد، تجتمع قلوبهم على رب واحد في مجتمع إسلامي عظيم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ليبينوا للعالم أجمع أن أمتنا واحدة. وإن تناءت بهم الأوطان وتباعدت الأماكن والبلدان، فإلهها واحد، وكتابها واحد، ورسولها واحد، وقبلتها واحدة، وشعائرها واحدة، وتلبيتها واحدة. والله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك غرس النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في خطبة عرفة بقوله: ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وقال في خطبة أخرى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وعظم وحدة المسلمين إبقاء لهذه الوحدة في خطبه الثلاث بعرفة، وفي يوم النحر، وفي أوسط أيام التشريق، بل وفي عشر مواطن. لذلك وحدة المسلمين في العبادة تتمثل في الصلوات الخمس كل يوم في جماعة، وهذه للرجال، وأكبر منه وحدتهم في صلاة الجمعة، وأعظم منه وحدتهم في صلاة العيد. ثم يأتي الحج ليجمع جميع مسلمي أهل الأرض من كل فج عميق في جمع لا نظير له في العالم أجمع. لذلك كانت منى أعجب مدينة في العالم، ففي ثلاثة أيام في العام يجتمع فيها مع صغرها، فلا يجتمع في غيرها من الأجناس. ثم هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانها وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم، قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة، والذي جمعهم توحيد الله والإيمان به، والذي ألف بينهم هو الله. والجميع نرى منهم الخضوع لله والتذلل بين يديه، رهبا ورغبا، رجاء وخوفا، حبا وطمعا. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وهذه الرابطة الحقيقية تجمع المفترضة وتؤلف المختلفة، هي رابطة لا إله إلا الله. ألا نرى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذه الرابطة حملة العرش ومن حوله من الملائكة تدعو لبني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. يقول تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته،
وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار الله تعالى إلى الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض. إذن فلا خلاف بين المسلمين، فالرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله. لذلك إن من المبادئ التي ميزت الإسلام التوحيد، وهو سبيل القوة والإخاء، وهو سبيل التعاون، وهو سبيل المساواة، وهو سبيل الحرية والكرامة. وكل هذه المبادئ معلومة من القرآن بالنصوص الصريحة، والنصوص القرآنية حرية أن تصلح ما فسد من أمور الناس. لذلك ترتبط شعائر الحج وشعائر عيد الأضحى والأيام المباركة من شهر ذي الحجة بسيدنا إبراهيم الخليل عليه سلام الله، فقد شهدت هذه الأيام حدثا تاريخيا عجيبا لا مثيل له. تعرض فيها الخليل عليه السلام وأسرته الكريمة إلى امتحان فريد لا مثيل له، ومضى سيدنا إبراهيم في الاختبار إلى آخره، ولهذا استحق وساما سجله الله تعالى بالقرآن بقوله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني هذا الكاشف لك يا إبراهيم عن صدق تسليمك وتمام رضاك وتفويضك. فالكلام أيها الإخوة والأخوات يبقى كلاما لا يبرئ عنه ولا يكشفه ولا يبينه إلا العمل والفعل. يعني ربما يسمع أحدنا مواقف الصحابة الكرام في الدفاع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، كأبي دجانة مثلا الذي جعل من ظهره يوم أحد ترسا تنهال عليه سهام المشركين لحماية النبي عليه الصلاة والسلام من سهام المشركين. فعندما يسمع أحدنا هذا الكلام يقول: لو كنت أنا مكانه لفعلت مثله. فأقول بأن الكلام يبقى كلاما، فإذا وضع العبد على المحك ظهر صدق دعواه. فإن الله تعالى قال في حق إبراهيم في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لقد قالها إبراهيم قولا باللسان، أي أنا استسلمت لك يا ربي ورضيت. ثم ثبت عليه السلام على صدق هذه المقالة يوم أمره الله بذبح ولده. لقد رزق الخليل بإسماعيل وله من العمر 86 سنة، وإننا لا نختلف أيها الإخوة والأخوات في أن هذا التقدم في السن مع طول الشوق للولد يحمل الأب على أضعاف مضاعفة من الحب والتعلق بهذا الولد عن غيره من الآباء الآخرين. سيدنا إبراهيم بدأ قلبه يميل إلى ولده إسماعيل، والله يكره الشرك، وأحب ما يحبه من عبده أن يكون قلبه خاليا من تعلق إلا تعلقه بالله، ولذا أمره أن يذبحه. فقد أري الخليل في المنام أنه يذبح إسماعيل، وكان ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة. فلما أفاق جعل يروي لنفسه ما رأى، فسمي ذلك اليوم بيوم التروية. فلما كان اليوم التاسع رأى الرؤيا نفسها مرة ثانية فعرف أنها حق، فسمي بيوم عرفة. فلما كان اليوم العاشر هم بذبح ولده فسمي بيوم النحر. وقد استسلم إبراهيم وزوجته وولده لأمر الله ومراده. فجاء إبليس يقول: لئن لم أفتنهم اليوم لا أفتنهم أبدا. فعرض للخليل عند جمرة العقبة الكبرى يوسوس له بأن لا يفعل، فحصبه عليه السلام بسبع حصيات، وتلك سنتنا في الحج مما بقي من سنن إبراهيم عليه السلام. فلما يأس الشيطان من الخليل
انصرف إلى امرأته يقول: إن زوجك رجل خرف يقتل الأب ابنه. فقالت: أفلح إن أطاع الله. فلما يأس منها ذهب إلى إسماعيل يوسوس له، فلما يأس منه ظل مدبرا ولم يعقب. فقال إسماعيل لأبيه: يا أبتي، إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه. فعالجه ليخلعه، وأحد الخليل عليه السلام سكينته في حدث لو لم يخبرنا الله به لما صدقناه. ومد الخليل بيده المباركة على عنق ولده النبي، فإذا بالله عز وجل يمنع تلك السكينة من القطع. قيل: انقلبت السكين كلما وضع السكين على عنقه انقلبت. وقيل: ضرب الله على عنقه صفيحة من نحاس، ونودي إبراهيم من ورائه، والمنادي جبريل نائبا في ذلك عن الله، كما أخبرنا الله بقوله: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فقد فدي إسماعيل بذبح عظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خرج عليه كبش من الجنة قد رعى قبل ذلك 40 خريفا، وقد وصفه الله بالعظمة بذبح عظيم. يجوز أن تكون العظمة هنا في الجثة، ويجوز أن تكون العظمة في القدر، أن ذلك الكبش رعى في الجنة 40 خريفا. يا أيها الإخوة والأخوات، لقد دعا إبراهيم عليه السلام كما في سورة الشعراء فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والآخرون هم هذه الأمة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أجاب الله دعوة إبراهيم فأبقى ذكره فينا ثناء من الله عليه في كتابه، وبقي ذكره فينا في شعائرنا في الحج وفي عيدنا. ولذا أقول: ما أحسن أن يتمثل العبد بما استطاع من خلق إبراهيم عليه السلام في هذا الحدث العجيب الذي لخصته لكم في هذا الدرس. لذلك أعصوا الشيطان أيها الإخوة والأخوات، فمن وجد في نفسه سعة فليضحي، ولا يفوتن على نفسه هذا الثواب والأجر العظيم. أسأل الله العظيم أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.